قولي. الاتيكيت ده مش هياخد من التلقائية شوية لا بتاعة مش البني هاخد، لا آدمين؟ صدقيني ما هاخد من التلقائي. لا طب ما احنا قاعدين حلوين اهو، انت قاعده مظبوط وهي قاعده مظبوط، اخد حاجه أيوة أنا قاعدة ده عشان اخد أنا حاجه. متمرنة من لا سنين. هو ده صح على أنا فكره. في عينو. واه اخد مننا ايه؟ اخد ما اخدش أيوة حاجه. إحنا عشان دي شغلتنا. لا شو يعني ايه؟ لكن أنا طب النهاردة ثانيه واحده، البنات يخرجوا مع بعض تلاقيهم كلهم قاعدين في الكافيه عاملين كده؟ لا مش عيب قاعدين قاعدين مين كده؟ امال البنات يقعدوا في الكافيه عاملين كده؟ لا مثلا لا يعني دي برضو من الأخطاء اه الكبيرة، لا هو غلط إن خبطة البنت الإيد تقعد تطلع والقعدة رجليها. المفتوحة. لا ان لا قصدي ان تبقى فاتحة لا أنا رجليها، بكلمك عموما. لا ان رجل على رجل مفيش اي مشكلة، وان اهم حاجة للبنت ان تبقى ضمه رجليها، هي ممكن طبعا تبقى لابسه او حتى لو لابسه بانت. فلا انا حاسه ان التعود، وانا حاسه بس ان ميبي حاجات جديده على بلدنا او يمكن العالم العربي ما كانش فيه وعي او حد حاطط ايه اكتر سبوت عليها. الاخطاء الشائعه اللي بتعملها اه البنات والستات وتقولها لنا جديده. غير انهم ممكن يقعدوا رجليهم مفتوحه، غير التعامل مع الولاد بان هو بالايد، وده شيء سلوك مش حلو ابدا، ونادغ اللبانه تعليق الصوت، الصوت العالي. الصوت العالي بنت لازم دايما صوتها يبقى. وان جنرال ان الطريقه مثلا اللي ممكن واحده تتعامل، يعني المواقف دي اكيد بنشوفها في كافيز وحاجات كده، الطريقه اللي بتنده بيها الويتر، الطريقه اللي بتكلم بيها الكلام، طريقه الكلام. انا دايما كان يتقال لي ان لازم دايما اضافه من فضلك ولو سمحت اه ده لازم، ما ده بقى لاي لأ حد. حد. بصي وشكرا من مفيده، فضلك لو يعني سمحت. تابعيني بقى الفتره اللي انا لو جايه دخلت على طول حتى بشتري لبس بليز. والولد بيساعدني او بنته، من فضلك انا عايزه رقم اه كذا، او انا في من الجاكيت ده من فضلك، ولما يجيبوا لي اقول شكرا. شكرا يمشي. طب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن تقولوها لنا لو تقولوها سمحت جديد من فضلك غير ده؟ شكرا. لا في ايه؟ في الغلطات مثلا بتاعة الأكل، يعني إيه تاني ممكن أنت حطاها من ضمن ما هو السكادجول اللي هتعمليه؟ الاكل طبعا انا أنت لسه صدمتيني بكيس الكشري، اه كيس ما أنا عمري ما متهيألي أكلت كيس بقى كشري كيس أصلا. الكشري. انا عامله ايه جديد في الاكل؟ والله انا مصوره حاجات كتير، انا نسيت انا عملت ايه وايه إيه اللي بقى؟ اتعرض. أنت عملتي كيس الكشري؟ طبعا صدمتيني اه بال اتفرجوا بقى، نازل إيه بقى؟ بكره الفشار، ماله فشار؟ ماله ده اتفرجوا انا السينما، مش هحرقه، الدنيا ضلمة. مش هحرقه. إيه؟ هو معنى ان الدنيا ضلمه ان انا لما النور يتفتح وعيوننا تتفتح السينما تبقى مزبله؟ لا 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 دي ما اقبلهاش. بس يعني ما بس تقبليش ايه؟ بس يعني ما انا عارفه انها بتحصل، بس ليكي حق فيها. طيب ده بس يعني بيحصل بس ليه بيحصل؟ عشان احنا قاعدين من غير طب وعي، ثانية احنا ناكل بنتعامل واحدة واحدة، بلا وعي. ناكل اتنين اتنين. الفشار واحده واحده اه طبيعي. طيب اتفرجي بقى على الفيديو اللي انا عاملاه، او عامله ممكن ممثله حبه ده. واخدهم في بوقي. لا بلاش حبه واخده في بقه طب ويزيد. مفيدة انت شكلك بتحبي تقعدي لا لا ايه انا بشع. مشمر ونو. طيب يعني انا هناخدك شويه من يعني الاتيكيت، ناخديني شوية. ودوريه وياسين احنا قلنا ان هم بيحاولوا ان شاء الله، أمي ما مش البيرفكت يعني، مش هضحك ربنا عليكم بس يخليهم اديني لك. يعني بحاول. ان شاء الله وكل الامهات بتحاول كده زي